مع اليوفي تفوق على عمالقة خط الوسط بأوروبا وهو في بداية العشرينات، وأصبح أغلى لاعب في التاريخ بعودته إلى اليونايتد، ثم بلغ قمة مجده بقيادة فرنسا نحو النجمة المونديالية الثانية في تاريخها، قبل أن تشهد مسيرته سقوطاً حراً بين الإصابات، مشاكل مع الجهاز الفني وصراعات خارج الملعب. وكانت الضربة القاضية ثبوت تعاطيه المنشطات والإيقاف 4 سنوات بانتظاره. في فيديو اليوم من قناتكم ميد سبورت سنعرض لكم قصة سقوط بوجبا. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميد سبورت. بعد أن عمل بنصيحة وكيله رايولا وأغضب السير أليكس فيركسون برحيله عن اليونايتد مجاناً إلى يوفنتوس عام 2012، كان صيف 2016 شاهداً على عودة بوجبا ملكاً إلى مسرح الأحلام مقابل 105 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم وقتها. بداية بول كانت جيدة مع الشياطين الحمر بطموحات كبيرة على أولد ترافورد، فقدم مستويات مميزة في تشكيلة البرتغالي مورينيو بأول موسمين رغم وصول عدد إصاباته إلى 4 بين البسيطة والمتوسطة، أصعبها كلفته الغياب قرابة الشهرين دون أن تتأثر حالته الفنية أو البدنية، ليساهم في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة عام 2017، ثم كان بلوغ القمة عام 2018 بمساهمته الكبيرة في تتويج فرنسا بمونديال روسيا. لكن ما تلا ذلك كان قصة مختلفة تماماً، انحدار كبير ومتواصل في مسيرة اللاعب، إذ عاش الفرنسي دوامة من المشكلات، حيث دخل في أزمة مع سبيشال وان اشتعل فتيلها منذ أواخر عام 2017، كما أوضح بوجبا في فيلمه الوثائقي، حيث صرح بأنه عندما ذهب للتعافي حينها من إصابة في مدينة ميامي الأمريكية، التقط المصورون صورة له برفقة زوجته ليرسلها مورينيو إلى مينو رايولا وكيل اللاعب مع السخرية من الفرنسية بأنه يستمتع بوقته في إجازة بينما يعملون هم بجد في النادي، وهو ما لم يعجب بوجبا الذي أبدى استغرابه من تصرف مدربه رغم علم الأخير بإصابته، لتتدهور علاقة الطرفين. وزادت حدة التوتر في بدايات موسم 2018-2019، كما ظهر مقطع فيديو لثنائي يتجادلان في ملعب التدريب قبل أن يظهر بوجبا عدم انضباط في أحيان وتمردا في أحيان أخرى، ما أفقد مورينيو صبره ليوجه له خطابا قويا في غرفة تبديل الملابس بعد التعثر أمام ساوثهامبتون بالدوري، واصفا إياه بالفيروس واتهمه بالتخاذل، كما هاجم عقليته وعدم التزامه، وبدوره عاد الفرنسي ليرد بالهجوم على البرتغالي لاحقا بعد إقالته وقدوم سولشاير بالقول: مورينيو لم يظهر أبدا أنه يحبني ولم يساعدني في مانشستر يونايتد، ما لدى سولشاير الآن مختلف، فهو لن يكون ضد لاعبيه أبدا، الآن لا نحتاج لحرب الكلمات، نركز فقط على الفريق. عاش بوجبا بعض الأوقات الجيدة مع المدرب النرويجي، لكنه لم يستطع الحفاظ على ثبات مستواه، فتراجع تأثيره عن ذي قبل دون أن تتحسن أموره مع كاريك أو رالف رانغنيك. وطوال تلك الفترة التي تلت رحيل مورينيو، عانى اللاعب من عديد الإصابات التي أبعدته عن اللعب قرابة 500 يوم، بما فيها إصابة غيبته لخمسة أشهر متتالية، لتنتهي مغامرته بالرحيل صيف 2022 مع نهاية عقده. ولم تقتصر معاناة بوجبا على ذلك، بل عانى من مشكلات تم الكشف عنها لاحقاً بدخوله في توترات مع عائلته، متهماً شقيقه ماتياس باختطافه رفقة مجموعة من أصدقاء الطفولة، ومن ثم احتجازه في شقة بهدف ابتزازه مالياً ومطالبته بأن يدفع لهم 13 مليون دولار. وبدوره اتهمه ماتياس باللجوء لمشعوذ لإلحاق الإصابات بزميله مبابي قبل أن يعترف بول بدخوله عالم السحر والشعوذة بالفعل، لكن ليس لإصابة أي لاعب آخر، ولكن لحماية نفسه من الإصابات والمشاكل على حد قوله. في صيف 2022 عاد بوجبا إلى يوفنتوس بشكل مجاني مرة أخرى، لكن هذه المرة بأجر سنوي يقدر بثمانية ملايين يورو، يرتفع إلى 10 ملايين بإضافة المكافآت كأعلى راتب بالفريق والكالتشيو حينها. كانت الآمال كبيرة من جماهير البيانكونيري بعودة الفرنسي إلى أيامه الخوالي وأمجاد حقبته الأولى مع الفريق، لكنه لم يلبث أن تعرض لإصابة بالمعسكر التحضيري للموسم، تلتها انتكاسات وسلسلة أخرى من الإصابات،
لتنحصر مشاركاته في 161 دقيقة فقط، علماً بأن ظهوره الأول كان في النصف الثاني للموسم الماضي وتحديداً في فبراير 2023. وفي بداية الموسم الحالي، وبينما تفاءل كثيرون بإمكانية استعادة الفرنسي لبريقه بعد ظهوره بشكل جيد في مباراتين، إذ بالضربة القاضية والخبر الصادم بثبوت وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون لديه جراء خضوعه لعينة فحص عشوائية بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي بالكالتشيو، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء ليتم إيقافه مؤقتاً قبل أن تؤكد العينة الثانية بعد أقل من شهر وجود زيادة في هرمون التستوستيرون، ليطالب المدعي العام الإيطالي بإيقاف اللاعب لأربع سنوات وفقاً لقانون مكافحة المنشطات الإيطالي، وهو الأقرب للحدوث إن لم تنجح مساعي الفريق القانوني لبوغبا في إثبات عدم تعاطيه ذلك الهرمون عن عمد لكي تخفف العقوبة إلى النصف، حيث أنه تناول مكملاً غذائياً وصفه له طبيب أثناء عطلته في الولايات المتحدة دون أن يعلم حقيقة وجود المادة المحظورة به. بل أوضحت بعض الصحف أن الإيقاف من الممكن أن يقتصر على بضعة أشهر إذا ثبت أنه تم استخدام المادة خارج المنافسة الرياضية وأنها غير مرتبطة بالتأثير على أداء اللاعب. منذ الإعلان عن سقوطه في فحص المنشطات، لم يعد يحق لبوغبا التواجد في مركز تدريبات يوفنتوس، كما يفكر النادي في فسخ عقده الممتد حتى صيف 2026 حال تم توقيفه لأربع سنوات بالفعل. يأتي ذلك بعدما أكدت عدة تقارير أن لبيانكونيري توقف عن دفع راتبه كاملاً مكتفياً بالحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين بإيطاليا المقدر ب 42,500 يورو سنوياً، في وقت أكدت فيه صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن الفرنسي يتلقى 2000 يورو فقط. هكذا إذن تحول بوغبا من مشروع أسطورة خط وسط إلى لاعب مهدد بالنسيان. وأفضل وصف نختم به هذا التقرير ما قاله مدربه أليغري: كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً.